شنو صار بخط شنو ضايل إلو خط مويل هلا بشوف تفضلي تفضلي والخط ما في خط عم يعمل ون سمع الغول ايوه وين هذا هو الخط هلا الون هو الخط لكان هلا انت خط ضرب لي تليفون وشوف شلون برد عليك من اول رني انا دق اللعب الغور مسك ادير الرقم مكتوب هون على القرص عندك ايوه حط السماعه لاذنك اخي ابو انتر شوف الو تحسين شو ما جاوبتك عم يطلع بيب 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 اسمع الغور بيب بيب ارجيني لشوف اوف مشغول الخط ابصر بده يكون مين شاغل لنا الخط مرحبا تحسين اهلين اهلين خالي اهلين خالي مرحبا شباب اهلين خال شو خالي تأخرت لفتحت الدكان اليوم ايه خالي اليوم عطلة شنو عيد الصداقة العالمي ها كل عام وانتو بخير وانت بخير خالو خالي كأني لمحتك انه انت راكب السيارة شفتني خالي وانا سايق السيارة قديشني اكابر ولمين السيارة الي خالي مبارح اشتريتها واخذت ياسمين وفطيني وامي مشوار وتعشينا بالمطعم حلوان السياره ها ومنين دبرت حقها ايه ما دفعنا حقها خالي لكان طلعت لك باليانصين لا قسطوا لنا اياها كل شهر ب 200 ليره بس المشكله انه بظينا اول بظه 1000 ليره ال 500 اللي كانت معي وال 500 الثانيه ديناها من الشباب من الشباب ايه يعني الخمسمية خلصت شو بدنا نعمل عطتك عمره ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيك خالي خالي اعتمد ناخدكم مشوار بهالسيارة هاي لا شكرا خال بس نعتمد من بلغك تشاو تشاو شوفوا خالك يا ليش لابس وجهه بالمقلوب شو بيعرفني ابصر تحسي دخيل عينك بلكي فضي الخط تحكي لنا هذا ابو العز على عيني بقول على عيني لشوف الخط بس اذا فضي فضي الخط اعطيني يا ابو العز اوف ليش اليوم شو خميس راح عن بالي انه اليوم الخميس طيب شكرا هلا انا بحكي معه على الفيلا مع السلامه طلع ابو العز بالفيلا فيلا بالعين عين 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 اخي اخي تحسين فيلا بالفاء لك شو بالفاء ابو العز بالعين عين ايوه عين الو احترامي ابو العز بيك انا سيدي انا مخدومك تحسين بالمؤهل سيدي بالمؤهل دخيلك لا تاخذني يعني قطعنا لكم الويك اند تبعكم لا ما في شيء بس انتو كنتوا طالبين ناطور للفيلا تبعكم امنتوا واحد ها ما امنتوا لكان سيدي انا عندي واحد كتير مرتب ايه سيدي ومضمون مضمون امرك سيدي الله يخلينا اياكم سيدي لكن سيدي
هلا بجيبه بتشرف لعندكم على الفيلا. الله معك، مع السلامة. لك شو هادك يا ابو الغور؟ نقشت معك نقشة غير شكل. يعني قديش كتر خيرك يا تحسين. خيرك ابو عنتر كمان. الله يطول عمرك. شو صار؟ خبروك بالنسبة لوصول الباخرة امتى؟ اي نعم. امبارح وصلني تليكس عم بأكد وصول الباخرة بكرة مساء ان شاء الله. عملت اتصالاتك؟ كل اموري تمام. تفضلوا. يسلموا. اصبح بتسافر انت والمخلص الجمركي بكرة. مشان صباح السبت تكونوا بالمينا. البيانات الجمركية جاهزة؟ كله تمام من امبارح. دير بالك. بالنسبة للنماذج اللي بدك تقدمها للتحليل لازم تكون. ولا يهمك ابو العز، لا توصي حريص. شو البضاعة اللي جايبينها؟ من امبارح سألتيني وجاوبتك. ضني قلت لي باخرة معلبة، كل فواكه. شكرا ام العز، بتصد نفسي على الغداء. ضني انت لسه ما تغديت. ما عزمناه وما قبل علينا. ولو يا ابو العز، بس صدقني معزوم انا ومرتي عن بيت حماي على الغداء. بتسمحوا لي؟ خليك قاعد خليك قاعد. هلا تلفلي تحسين. قال جايب ناطور جديد بدك تشوف لنا اياه. ايه تحت امرك ابو العز. امتى اتصل؟ شيء من ساعتين، ما كنتي قاعده جنبي. ضني كنت قاعده لما اتصل. وينكم؟ شفنا نعمل سيد تحسين تهنا عن العلوان. هذا الرجل مواعيده على بكبه. ان شاء الله ما يكون جاب غيرنا. بس هي هي المدام؟ اي نعم، نوره تحسين صديقي تبع عيد الصداقه. تشرفنا. شكرا لمساعدتك. هذا واجبي، يلا الحقوني. تعال اطلع معنا، شنو ما بنقدر نلحق السياره نحن. شغلي ما بدها ليك. اوكي تاني باب على اليمين. يلا قول الله. شرف تحسين افندي. تنبر ليكم احلى خرج الارتزانه. خليكم هنا تحرر. السلام عليكم. اهلا اهلا. السلام الله وبركاته. احترامي مدام. اهلا وسهلا. احترامي عدنان بيك. اهلا تحسين. شو القصة؟ تأخرتوا؟ شنو تاهوا عن الطريق شوي. ايوه خليه يدخل. تا يا ابني تا. صباح خير سيدي. صباح خيرات. شو اسمك انت عمي؟ غوار طوش يا سيدي. بتزوج؟ نعم، وشحة مرتي بالميني ماركت هنيك. ايوه كأني شايفها قبل هلا. شو اسمها؟ اسمها نورة. نورة بنت نورية هزي مو؟ نعم بذاتها. تعرفها عدنا؟ يعني لما كنا نروح على المنطقة الشرقية كنا نمر لعنده نرتاح شوي لانه فاتحين قهوه على الطريق العام. ايوه سيدي سكرت القهوه شنو اما يعني عطتكم عمرها. ليش واقف يا تحسين؟ عود بقى عود مشان واجبكم ابو العز هيك. ايه تسلم.
اللي عندكم اولاد انتو؟ سيدي لسه الله ما طعم، نحن يعني عملنا اللي علينا والباقي على رب العالمين. ونعم بالله. عند مين كنت تشتغل؟ سيدي انا ما كنت اشتغل عند حدا، انا كنت بائع جوال، بس هلا صار الاستقرار بيلزمنا مشان يعني يثبت الحمل والله يطعمنا. يعني انت بتفهم بالسقايه ورعايه الحدائق؟ ان شاء الله سيدي ان شاء الله. ومرتك بتفهم بشغل البيت حتى تساعدني اذا لزم الامر؟ ان شاء الله ستي ان شاء الله. قلت لك كانت شايله القهوه على كتافها. ضني قلت لي كانوا فاتحين قهوه. شوف يا ابني، رح نجربك شهر زمان. نعم. اذا اشتغلت مزبوط وعجبنا شغلك بتستمر عنا. الله يخلي لنا اياك سيدي، الله يخلي لنا اياك. لا اطمن ابو العز بيك، غوار على كفالتي انا. خلاص شهادة تحسين بألف شهادة. الله يعزك يا ابو العز اكثر مالك معزوز. تسلم تسلم. عدنان مور، احسب له بالشهر 300 ليرة. لا سيدي الله يخليك، شو 300 ليرة؟ كثير تحسين له شو 300؟ لا مو كثير، بس بدك تورجينا شطارتك. ها طيب، وامتى ابو العز بيك بتحبه يستلم مهام شغله؟ من اليوم اذا جاهز. هو تحت امرك من هاللحظة هاي. سيدي بس في إلنا رجاء عند حضرتكم، نحن معنا حمار كتير كتير معشراني، إذا بتسمح له يعيش معنا هون بالفيلا. شو؟ مجنون أنت؟ حمار بقلب الفيلا؟ ابننا خليه، كتير منظره في الكلور. أنت بصغرك شبعان حمير، أنا انفطمت على المرسيدس. وتقفليه على الحمير؟ أي بيتسلوا فيه الصغار. خلاص يا ابني خلاص، صرفه. حاضر. قال لك صرفه يعني صرفه. يا عدنان مور، خد هويته وخليها معك، بعدين سلموا مفاتيح الفيلا ودلوا وين بده يسكن. على عيني، وين المفاتيح محطوطين؟ بالدرج الدرسوار. لا لا انا علقتهم قفل الباب. ضني علقتهم مشان العشي. شوف يا ابني. نعم سيدي. نحن بنجي بالاسبوع خميس وجمعة. نعم. يعني عندك 5 أيام بالأسبوع للتنظيف وترتيب الفيلا. نعم. بدنا نجي نلاقيها من أظرف ما يكون. سيدي إن شاء الله إن شاء الله ما منكون إلا على خاطركم. لك ماما عيب تضرب الطابع على الضيوف، اضربها على بابا. بابا اشترينا يا لها هذا حبينا. اشترينا بابا اشترينا. أرجيني لشو؟ إيش عم موصول؟ أنا عم أرفع السماعة، ما حدا عم يرد. لك يا أبو عنتر، طن التليفون شي؟ لا. طيب، ما بده يطن بالأول؟ ومين بده يطنه؟ لك يلي بدهن يانا. أصبح أنا ما برفع السماعة غير لما يطل الجرس. يا عيني عليك، هي هي سهلة. صحيح تحسين ما خبرتني، طمني شو أخبار أبو الغور؟ أبو الغور سلم الشغل، وشو عيشة بده يعيشها بهالفيلا؟ بده ينعز كتير. يعني أحلى من الحبس؟ هاي شي وهاي شي، انت هالشغلات هاي ما بتعجبك. قوم شرف معي. لوين؟ هلا بتروح تتغدى عندي، بعدين بتلاقي لك قرنة بترتاح فيها. شرف. اطلع اخي اطلع.